مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نحن الآن في منطقة خور عميرة على الجنوب الساحل اليمني، الساحل الغربي اليمني غربي محافظة عدن. هذه المنطقة التي كانت من أهم الموارد السمكية لليمن بشكل عام، وهي الآن أصبحت شبه مهجورة بسبب الأوضاع الحالية التي تعيشها اليمن من الحرب وأيضا من الأزمات المتتالية، أهمها انعدام المشتقات النفطية وتوفرها بشكل متقطع. هذه القوارب كلها متوقفة عن العمل، كما نرى عشرات القوارب بل مئات القوارب التي من المفترض أن تورد الأسماك إلى بعض المحافظات اليمنية متوقفة عن العمل. شباك الصيادين كما نرى هنا مرمية على هذا الحراج، حراج الأسماك لم تعد تعمل بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وبسبب إغلاق الطرقات وعدم استطاعة المواطنين التحرك والمرور عبر المحافظات اليمنية بسبب الحصار المفروض داخليا وخارجيا. كما نرى البحر أيضا هائج، الرياح لا يتمكن الصيادين من الاصطياد في هذا الوضع، سواء الوضع الطبيعي أو مع استمرار الأزمات في اليمن. سنلتقي أيضا بعض الصيادين المتواجدين هنا والذين يجلسون على الشباك، شباك الصيد وهي المتوقفة عن العمل. هذه شباك الصيادين وهي مرمية كما قلنا في هذا الحرج. ألتقي الأخوة، السلام عليكم، دعنا نجلس معكم بس. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. كيف حالكم؟ أبو تمام. إذا كيف الوضع؟ صف لنا الوضع. الوضع جوع ذبح. من أي ناحية يعني متأزم؟ نزل من مجال الحرب. لماذا متوقفون؟ لماذا لا تعملون بشكل مستمر؟ ماشي بترول. ماشي عندنا مقدرة نشتري أي حاجة. لنشتري بها بترول ونشتري بها راس البنين. طيب لماذا لا ترفعون تصطادون وترفعون سعر الصيد أو سعر الأسماك مع ارتفاع سعر البترول؟ الدب البترول بعشرة، تروح عند أحمد تشتري حكم دب البترول. تشلها بعشرة. تجيب مسلّة صيد تجيب لك بقول لك بألف ريال. مسلّة تجيبها منها داخلها يجي 20 محكل بألف ريال. يعني ما فيش حد يقدر. ماشي قدر حلوة. طيب لا أنتم بالتحديد يعني متى تذهبون إلى الصيد؟ وما هي مشاكلكم المحد يعني محد مشاكلكم التي تعانون منها في الوقت الحالي يعني باختصار؟ باختصار أخي مش بنقول لك. كله فاهم. البترول. البترول. هو مشاكل أكيد البترول. أخذ أيضا الأخ إيش قلت؟ البترول. البترول وإيش جنبه يعني؟ مشاكل البترول هو كل شيء والرأس ما فيش وكل شيء. إلى أين كنتم تصدرون البترول؟ كل اللي من النفط. يعني الصيد السمك اللي تصطادوه من البحر أين تذهبون به كنتم في السابق؟ لا نقول الآن. مسامر الحرج. مسامر به؟ من الذي يشتريه؟ من أي مناطق؟ منطقة من عدن، من تعز، من جميع المناطق. من جميع المناطق. طيب ما توردوش للخارج ليش؟ لا. نحن نورد للناس وناس للدول المجاورة يعني. أيوه. تخرج لحج. يعني المحافظات فقط. أيوه. احنا ما نخرجش. طيب أنت كم لديك أطفال؟ أنا خمسة. خمسة. وماذا تعمل بجانب الصيد؟ أصرف على أطفالي. عملك الوحيد صياد بس؟ صياد بس. وإذا لا يوجد سمك؟ أموت جوع. مثل ما تعرف رزقي من البحر. رزقك من البحر بس؟ البحر بس. طيب هل خيارات بديلة غير للصيد غير ماشي ماشي من البحر. طيب يعني مثلا يعني إذا ما فيش صيد، ما فيش بترول، ما فيش طرقات مفتوحة، ما فيش معك خيارات بديلة؟ لا ما فيش. لا خيارات؟ بس بحر. والله عشان غير هذا ما فيش. كما رأينا مشاهدينا هؤلاء الناس رزقهم الصيد، رزقهم السمك، رزقهم من البحر. والآن جميع معداتهم متوقفة، لا يعملون، ليس لديهم مصدر رزق آخر. هذا الذي يظهر في الصورة هي شباك الصيد الخاصة بهؤلاء الصيادين وهي متوقفة منذ بدء الحرب، لا يستطيعون العمل وليست لديهم وظائف أخرى غير
البحر وغير هذه الشباك الصيد، يعني نادرا ما يخرجون الآن في الليل للصيد، كون البحر لا يكون هائجا، يكون هادئا قليلا، وبالتالي لا يخسرون الكثير من النفط في تحرك القوارب كما يقولون. أيضا أخذ معي هذا الوالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الله. الحمد لله. إذا صف لنا وضعكم اليوم هذه الأيام. وضعنا هذه الأيام ظروفها صعبة نعيشها، سواء من البحر أو من البر. كيف يعني من البحر أو من البر؟ معناته إذا جينا إلى البحر بعض الأوقات إنه ما تلاقي رزق، ما فيش، وتوقف من أزمة البترول. طيب. وأزمة المشترين غير متواجدين بالشكل المطلوب. وبالنسبة للبر، بالنسبة للبر إن المواشي ما شيء لها قيمة. إذا نعيش ونعيش على حطب، لما ننتقل للبر بعيد عن البحر نعيش على حطب، تحطب الزفة الحطب حق السيارة 10 أيام بعتها ب4000 ريال. أنت لا زلت على الحطب حتى الآن؟ ها. لماذا؟ أين الغاز وأين الغاز؟ ما نقدر نشتري الغاز، لا راتب ولا حاجة. عندي 10 أفراد منهم 2 معوقين عادي بحاجة لعمليات. لديك 10 أولاد؟ أولادك 10؟ 10، و2 منهم معاقين، 1 معاق عيون، 1 معاق قدم، وللجهة المسؤولة النظر فيهم. لا حول ولا قوة. طيب أنت الآن ليس لديك عمل غير هذا البحر؟ ولا لدي حاجة، الظروف الصعبة تخليك متوقف عن الحركة. لا تصطاد؟ آخر مرة اصطدت متى؟ ما أنا بحار عن نفسي، أنا بحار. أنت بحار؟ بحار. عملك متوقف؟ متوقف. كما نرى الأوضاع صعبة، هذا لديه في المنزل 12 فردا، 10 أولاد، وهو وزوجته 12 فرد، لا عمل لديهم، البحر متوقف، العمل متوقف، أزمة المشتقات النفطية لا تزال هي التي تعيق الكثير من الأعمال في اليمن بشكل عام، ليس للصيادين فقط، وإنما حتى لوسائل النقل، لعمال الأجرة، لعمال الشركات، لعمال المشتقات النفطية هي العائق الوحيد. نرى هذا أيضا الصياد، والذي لا زال يمسك بهذه الشبكة. السلام عليكم. السلام. أنت صياد؟ إذا ما تفعل بها؟ هذا يفعل بها، بتروح مفسر جاهز ومتروح ماشي عمل لها. ماشي عمل؟ ماشي عمل. يعني هذه، يعني نسألك سؤال، ولو يعني هذه الشبكة كم تصطاد من الأسماك؟ هذه 6، إلا لم يكن في سد كثير تجيب إلا كمية. سد تجيب كمية؟ أيوة. ولما يكون ماشي كذا تكون مطروح، ألم مقطع بعضها، شوفه هذه مقطعة. أيوة. والسبب؟ السبب الوقفة، ماشي واقف بالعمل وكثرة معقرة، شوفها كيف ماشي الرزق. يعني تيبس ولا ايش؟ هذه شطة تشطب بسبب الوقوف. بسبب الوقوف الآن مطروح الشمسة، ما الشغل. طيب ما الذي تتمنوه أنتم كصيادين هنا في هذه المنطقة؟ أمنياتكم؟ تمنية حقنا. أنت إيش تتمنى؟ إيش تتمنى؟ أتمنى لكن معانا رواتب، معانا محركات غير هذه المحركات، ما محركات الآن أكثرها بالية الآن. المحركات متوقفة عن العمل؟ متوقفة عن العمل، بعضها عاطلين، ماشي شغل، ماشي جديد معانا، من فين نشتري جديد؟ الآن السعر كله ماشي، بعد السيد اللي نجيبه ماشي للسعر، تجيب لك كمية سيد تبيعها ب10 ب5000، يلا تشي بترول، تشي راشن، تشي. مشاهدينا الكرام، كما رأينا وضعهم هنا صعب جدا، صعب للغاية. هذه القوارب كما يقولون تتحرك بالمشتقات النفطية، وفي هذا البحر مثلا هذا القارب يتحرك بهذه المحركات ليذهب هذا القارب إلى البحر مثلا، يجب أن يتحرك بهذه المحركات. أسأل هذا، طيب لا تأخذون الشراع هذه التي كانت في التي تمشي على الرياح، لا تستخدم يا
بالريح شراء قوارب بالريح. ما دام هذه لا تمشي الا على مشتقات نفطيه، لماذا لا تستخدمون قوارب بالرياح؟ بعد السيد الحرق اللي يجيب السيد بعيد، ضروري تكون بعيده. بعيد بعيد ضروري محرك لك دبه 70 ما تجيب رايح ودبه واقي 70. اذا لا يستطيعون التحرك ايضا بقوارب تمشي على الرياح، كون البحر كما نرى هائج، وايضا لا يجب ان تكون في مناطق بعيده كما يقولون. هؤلاء الصيادون يناشدون جميع الجهات لانقاذهم من وضع مزري قد يشتد عليهم. كما نرى لديهم اسر يعيشون او يقتاتون من هذا البحر ورزقهم من هذا البحر، لكن وضعهم الان متوقف، وكونهم ايضا في المناطق المحرره، هذه مناطق محررة من ميليشيا الحوثي وصالح منذ أكثر من عام، ولا زال هؤلاء الناس يعانون، يبعثون بمناشدة لجميع المنظمات الإنسانية سواء المحلية أو الدولية للنظر في وضعهم. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا من منطقة خور عميرة غربي مدينة عدن في الساحل الغربي اليمني. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.